يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شراكة هنا كفعالين مع قدوة. هذا إن دل إنشاءات شيء إنما يدل على وقوف سيد ولي الولاية مع شركة. يدخل الورشات التي أعدتها هذه الشركة بطاقة إجمالية قدرها 803 ميجا فولت أمبير، مع العلم أن الطول الإجمالي للشبكة الكهربائية ذات الضغط المتوسط هو 2900. لا نشوف التوصيل تاع الخط 60 كيلو فولت. 16000 مواطن، بالك زوج ولا ثلاثة عند المشكلية. روح تاع الإنسان اللي ما تعوضش، ما تقدرش بثمن، وهذه كاع متفقين عليها. ارتعينا باش ننظم هذا اللقاء مع السادة الأئمة باش نفوتوا لهم ميساج، نفوتوا للزبائن ميساج عبر الأئمة عبر المساجد، باش نوعوهم على استهلاك على ترشيد استهلاك الطاقة، لأن في الحالية فرنا على في الصائفة ومع درك درجة الحرارة اللي طلعت بزاف، وين صعبة الحياة بدون تبريد وبدون مكيفات وبدون، لا سيما احنا عندنا الشبكة هنا مخصصة لهذا التغطية، هذه التغطية تاع الصيفة. عندنا شركة سونالغاز دارت واحد المشاريع واستثمارات لتفوق الاستهلاك بضعف، هذه لتموين ولي بور اسيري المواطنين بلي راه كاين الطاقه، ما عندناش عجز في الطاقه.